تراجع اختبار حمل تراجع وطلع بوزيتيف بس بس نون سبيسيفيك بس ما هو طلع بوزيتيف عن طريق الحمل بنس طلع عملت مثلا 10 رجاله واحد منهم طلع بوزيتيف في الايه في اختبار الحمل هو ممكن راجل يحمل صح يبقى التست بتاع اختبار الحمل سبيسيفيك بنسبه كام 90% 90% مش 100% سبيسيفيك لو ما طلعش ولا واحد يبقى 100% سبيسيفيك طلع واحد رغم ان هو اصلا راجل فاش يحمل يبقى التست ده ايه 90% طب انت عملت اختبار الحمل لمجموعه فيميل حوامل والتست طلع 9 من 10 هم حوامل والسونار طلع ان هم حامل سنسيتيفيتي بتاعته طلع 9 من 10 يبقى سنسيتيفيتي بتاعته 90% في واحده وقعت يبقى سنسيتيفيتي بتاعته كام؟ 90% يبقى خلينا هنعمل اختبار الحمل لفيميل حوامل ورجاله ايه؟ اختبار حمل لما تعمل اختبار حمل لرجاله ويطلع واحد من 10 حامل يبقى سبيسيفيك كام؟ 90 فيميل حامل وطلع التست بنسبه 9 من 10 حوامل هم ال 10 حوامل يبقى التست كام؟ 90% سنسيتيفيتي وصلت؟ كده واضح ولا اوضح اكتر؟ مش اوضح من كده بقى كل الاختبارات هتلاقيها كده يقول لك سنسيتيفيتي بنسبة كذا سبيسيفيستي بنسبة كذا سبيسيفيستي يقول لك مين ما عندوش سنسيتيفيتي مين عنده سنسيتيفيتي رول ان سبيسيفيستي رول اوت وصلت صحيح بص بقى البي اي بوست انتيريور جلايد بالسيرفايكال السنسيتيفيتي ات ان ديفاين اليجن اوف اني سورت هيلب درول اوت برنسس سيرفايكال بين اوني لو انت نزلت وعملت ايه جلايد ولقيت بين 100% في مشكله ده سنسيتيف عشان كده البالبيشن للفاسد او البالبيشن للسيرفايكال هاي سنسيتيف وسبيسيفيك ان هي تقول ان العين عنده مشكله فليكشن روتيشن تيست السنسيتيف بنسبه كام 86% وسبيسيفيك بنسبه 100% رول ان اند اوت ذا برنسس سيرفايكال جينيك يبقى العين لو عنده ليميتيشن في الروتيشنز بنسبة كام؟ 86% عنده مشكلة عنده سيرفيكو جيني كده ولو هي فري 100% ما عندوش ورينج كامل متأكد انه ما عندوش سيرفيكو جيني طب لو عندي ليميتيشن في السيرفايكو روتيشنز فليكشن روتيشن تيست 86% عنده ايه؟ سيرفيكو جيني كده اتفقنا؟ تمام سيرفايكال ديستراكشن مع السيرفايكوجينيك بين مع سوري مع الريديكولر بين لما بتتعمل والبين بيقل السنسيتيفيتي بتاعتها كام؟ 44 سبيسيفيستي 90 لو طلع نيجاتيف بنسبه 90% طب لو طلع بوزيتيف 4% عنده اوفر ليم تنشن تيست خدناه في السكشن الطبيه ولا ما خدناهوش؟ هتاخدوه بكره ان شاء الله السنسيتيفيتي بتاعته نسبة كام؟ 97 يبقى ده المور سنسيتيف عشان تقول لا انت عنده مشكلة اتفضل يبقى السنسيتيفيتي يبقى سبيستي يبقى النهارده لما يكون عندي عيان ريديجلوباسي وعاوز اتاكد هعمل سبيرلينج تيست
بريكل بريشر ستنسس تيست ديستراكشن تيست. لقيت العيان الالم بيقل مع الديستراكشن مع الكوادرنت بيزيد مع السبرين تيست بيزيد مع الفاكتين موجود يبقى ده الجلوكوز بنسبه 90% او 95%. بس في سوسيس بس انا عامل ثلاثه ماشي وازوق وبعد الاستلاف الالم قل يبقى انا كده ايه ما عنديش شكل ما عندوش جلوكوز باخده في تراك مين السيرفايكال جلوكوز. هنقول كليك ابريشن رول بتاعت كل واحد امتى اقول ريديجلوبس وامتى اقول مايلوبس وامتى اقول سوماتيك بين. البربيشن مع لاترال لايت نسبة كام؟ 98% رول اوت برنسس بلوك. لو انت عندك بين عملت ليميتيشن وبين نسبة 98 عند بلوك فين؟ بلوك في الفاسد لاترال جلايد مش كل سايد بين بتعمل سايد بتعمل جلايد وروتيشن في السيم سايد لان اللاترال فليكشن بتعمل لازم يكون معاها روتيشن في السيم سايد لو لقيتها بلوكت لو نسبة 98% كام؟ لا لا مش مشكلة. سبيرنج نسبة 92% عملت وطلع بوزيتيف عنده ايه؟ ريديكولار بين. صحيح مدي عادي. يبقى سيرفايكال ريديكولوبس عشان تقول انا عنده ريديكولوبس. سبيرلينج رينج اوف موشن هيبقى ده سبيرلينج. معايا حضرتك؟ ديستراكشن تيست نيورال تنشن تيست 1 2 3 4 هتعمل ده وده وده طلعوا موجودين يبقى 90% 95 الراجل ده عنده مين؟ ريديكولوبس. ديستراكشن راح الان يبقى كده ايه؟ عنده سيرفايكال ريديكولوبس يبقى ده ديسك. فيزيكال بيرفورمانس تيست باقي هنقف عند 140 عشان التريتمنت 141 يبقى معانا نيكس سلايد للتريتمنت. ماشي يا احمد؟ تمام. احنا واقفين عند ايه؟ علامه ايه؟ واضحه. والتريتمنت هياخد مننا بالظبط ساعه ساعه الا ربع المره الجايه. فيزيكال بيرفورمانس ميجر هاب اتنشن از ا كلينيكال ريسك انديكيتور. يعني ايه فيزيكال بيرفورمانس؟ يعني انا النهارده هجيب العيان بتاع الديب نيك فليكسورز واخليه يعمل شين ان ويطلع من على السرير ويمسك راسه. تعالى يا اسمك ايه؟ رمضان. شيل ان ارفع راسك على السرير. لا انت شيل ان وامسك راسك كده ما تخلاش توقع اطلع قدام شيل ان وخليك ماسك على السرير ما توقعش اضغط على كده اشوف اشوف مين كم تعالى لا 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 خلاص خلاص تعالى خلاص 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 عرفتها؟ ده السبيشال تيست بتاعك باقي النورس تعمل تايمنج على ستوب ووتش 30 ثانية 10 ثواني 10 ثواني الاول واحد مش شايل راسه ده كل واحد فيهم كده مش هو بس بالك بقى بعيان انا بتكلم في واحد نورمال بالك بقى في البيشن ها؟ لا 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 ده واحد زي ما انت قلب اللينز شويه اهو بالشكل ده كده قدامه مسكين الاصل لو دي شدت كده يا سيدي ما اشتغلت يبقى انت كده غلط لما تبقى تاني ناحية هنا هو ماسك كده دي ريح دي ريح دي امسك دي تبقى متأكد ان هي ايه؟ ريح دي ريح دي اهو بص اهي ريح لا ايوه ايوه بس بس وامسك تحسب له الوقت تمام؟ بعد كده هيعمل نفس الكلام هو نايم برول سايد لاين على جنبك نايم على جنبك شيل ان شيل ان ده كده وامسك راسك كده ما تخلاش تقع وبعد كده هيعملها هو نمبر يبقى ده السايد لاين وبعد نفس الكلام على وشك تعالى قدام بره السيب ده يا جميل
شينين وزبا تعمل له طايم تمام كده بدا يرش خلاص قوم كده خلصنا من دول تمام كده خلصنا كام 140 بقى عندنا كام يا اسمك ايه نعم